ساعات أقعد أفكر في يوم القيامة وفي آيات القرآن، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الكواكب انتصرت، وإذا الشمس كورت، يعني لفت وطويت وإيه وانتهينا منها. الله، ده مش هيبقى فيه لا نجوم ولا كواكب ولا شمس، طب النور هيجينا منين؟ قال لك إيه بقى؟ وأشرقت الأرض بنور ربها. يا الله، شوفوا الجمال، انتهينا من الحرور ومن لفح الشمس وجينا للصفاء والنقاء والظل الممدود والماء المسكوب والجنة التي عرضها السماوات والأرض، والإضاءة، الإضاءة جاية من وجه ربنا الكريم. يا الله، أهي دي الحياة اللي تستحق أن نحياها، ولا عاوزين لا مصايف ولا بلاجات وظهور الشمس بخيرها وشرها. وربنا يوعدنا ويوعدكم بنور وجهه الكريم وبالحياة اللي مش ممكن نقدر نوصفها بقى، كفاية الكلمة دي. وأشرقت الأرض بنور ربها، الإضاءة مباشرة نور الرب سبحانه وتعالى ونور وجهه الكريم.